الغالب في الأمر عندما بدأت السلطات المغربية ونزلت بثقلها الكامل في هذه القرية الجبلية النائية وفخرت إمكانيات لوجستية وبشرية، بدأ من البداية أن السيناريو هو استخدام تقنية دولية محاولة حفر بئر موازي. لاحقا اكتشفنا أنه ليس بئر موازي ولكن محاولة هدم كامل لجزء كبير من هذا الجبل بتوازي مع تواجد البئر الضيقة التي يتواجد فيها الطفل ريان. الآن هذه الأنابيب الكبيرة يمكن استخدامها في صناعة نفق يمكن عناصر أو عنصر على الأقل من الإنقاذ المدني من الدخول ومحاولة التقاط الطفل ريان من الأسفل. أن هذه هي الطريقة التي تذهب إليها السلطات المغربية، وطبعا هنالك تمهل في هذه المرحلة الأخيرة لأن احتمال شق هذا الجدار الأخير من الجبل الفاصل عن ريان هنالك احتمال حدوث انهيار للتربة، ولكن السلطات المغربية تراهن على ضرورة المجازفة لاستكمال هذه العملية الإنقاذية. طب هل هناك مخاطر لاستخدام هذه العملية؟ يحذر الخبراء من عدم استقرار التربة، وهذه التربة أطلقت تحذيرات من خلال انهيارات جزئية وجانبية. ثانيا هنالك احتمال تواجد الماء، لأن أبريان عندما حفر هذه البئر العميقة والمسمات مغربيا بالسوندة حفرها قبل 8 سنوات بحسب معلومات العربية للحصول على مياه تستخدم في الشرب في الاستخدام المنزلي وفي الاستعمالات الفلاحية والزراعية. احتمال وجود ماء موجود، لهذا استعانت السلطات المغربية في الإنقاذ بفريق متخصص في المسح الطبوغرافي عززت به عملية الإنقاذ في محاولة لتجنب كل الاحتمالات التي تعقد عملية الإنقاذ عندما تصل إلى مرحلة النفق للوصول إلى الريان أي المرحلة الأخيرة. نعم.